بدو بدايا اسانتي صباح الخير. اليوم درت الخيمه هنايا في الكوري هنايا، ما خلونيش نديرها تما برا، لان الاول ادخل داخل بكره حطيتها تما. وما على حساب باهم، كاين ناس هنايا وكاين اللي كاين ناس واش انا تما. هاد الغراب جماعة الباكتاج دابا غادي نتحرك من عند السمبورو ظريفين. دابا الدراري موراني مشيو دابا كيسرحو، يعني الشباب الدراري ما بين 15 عام و 28 عام كيمشيو، هما اللي كيمشيو يسرحو، والاب ديالهم واللي باقي يعني ما وصلش ل 15 عام كيبقى في يعني هنايا، والاخرين كيمشيو. هذوك هما اللي كيكونوا مسؤولين على البهايم، يعني كيتسموا المقاتلين، يعني اللي كيحميو الفيلاج ديالهم. كاين الدبان بزاف هنايا بزاف، انت ما تخيلش هذا راه شويه، هذا راه بزاف، عندهم الدبان كثير هنايا وعندهم اللحم، كيبقى اللحم تما كيبقاو حاطينو، عشرة كيتجمع ليه الدبان بزاف اصاحبي، عشرة كيتجمع ليه الدبان كثير، مكيبقاش يبان اللحم، كيولي كامل الدبان. ولكن معندهمش ما يديرو، معندهمش تلاجة هنايا. باهم مسكين مريض، وقيلا دارو راسو، كان عندي شي دواء عطيتو ليه. انا ما كاين لا سبيطار لا والو، كاينين غير بوحدهم هنايا، كاينين هما هنا ومن وراهم كاينين جيرانهم. دابا هما ماشي عايشين هنايا، دابا هما كيدوزو هنا 5 شهور بحال هكاك ولا 6 شهور، يعني كيتسمو سومي نوماد، يعني شبه رحل، وكيجيو هنا كيجيو غير الرجال والدراري، يعني العيالات كيبقاو في الدار، يعني في الفيلاج الاصلي ديالهم يعني. ومني كتبدا الشتا، ملي كتبدا الشتا هنا كيرجعو لديورهم. دبان كتير، هاتي راه كيبرزط، ملي كتبدا الشتا كيرجعو لديورهم. وواحد القضية، هادو راه بحال المصاي، راه فوتوكوبي، راه هما نفسهم، راه هما مصاي، هادو سمبورو، ولكن قبل شي 500 عام هكاك كانوا جاو هنايا، يعني يوم جاو من السودان مع هادو تما نيلوتيك، مع الماساي نيلوتيك، تركانا نيلوتيك، هاد كاع نيلوتيك جاو من السودان قبل ب 500 عام هكاك. والماساي كانوا مجموعين، هاد السمبورو والماساي، الماساي نزلوا للجنوب ديال كينيا وفي تنزانيا، شمال تنزانيا، والسمبورو بقاو هنايا في الشمال هنايا ديال كينيا، يعني في الشمال، يعني من تما تفارقوا ولا كل واحد سميتو، التقاليد اختلفوا غير شويه. راه حتى الماساي كيعيشوا هاد المعيشه بحال هكا، كي كنت تلاقيتهم في ملي كنت في كينيا، يعني كنت درت الخيمه في هذاك حدا البركان، كان واحد الماساي تما، حتى هما روحوا بحال هكا، كانوا جاو جايين غير الرجال والدراري الصغار، هما جايبين البهيم ديالهم هذاك الشيء باش يعني باش كيسرحوا تما وعايشين تما، كيبقاو تما نيت 6 شهور 5 شهور حتى هما، حتى كتبدا الشتاء. وهادو تما كيشربوا الدم ديال البقر، يعني كيشربوا الدم بعض المرات، انا بزاف الاغلبيه متلح هنا، عندهم هذاك ماشي كلاشنيكوف، انما بحال داك الاكا 47 اس عندهم هنا. شحال من واحد بالح مني وقفت بجو واحد عنده، ملي كنا نتعشاو جاو جوج هازينو، انه هنا كيجيو ليهم التركانة والبوكوت، كيبغيو يسرقوا ليهم ويسرقوا ليهم البهيم ديالهم. اخر مرة سولتهم، اخر مرة هجموا عليهم العام اللي فات، هجموا عليهم التركانة هنا نيت، وهادو قتلوا التركانة، قتلوا فيهم شي 5، يعني قتلوا شي 5 من التركانة بهذوك السلاح اللي عندهم. حتى الاخرين كيجيو مسلحين، ولكن عارف بنادم ملي كيكون يدافع كيكون اكثر، يعني كيكون قوي اكثر من الاخر، يعني كيكون باش تجدي ليه البهيم ديالو
وعنده السلاح راه ما غاديش يزق لك، فهمتي؟ انت هو بوبري مكرفص هنايا، مكرفص هنا وما كاين لا ما لا والو، تجي انت دير ليه داكشي بالبارد وعنده السلاح راه ما يمكنش، راه ما غاديش يعني. انا ما قتلكمش كاملين راه لاباس، انا هنا صعيبه الصراحه، ما كاينش الماء دابا، راه ما عندهمش الماء، نيش انا اللي عطيتهم الماء، كان عندي شويه الماء عطيتو ليهم. الماء بعيد من هنايا، راه كاين واحد الفيلاج ولكن شي 2 كيلومتر يعني تما كاين الماء. عرفتي كاين الغراب هنا بزاف، هادي ما صبحش عم غراب جا هنايا، شي بزاف بزاف. انا درت الخيمه هنا الليل كامل، ويا الريحه ديال المزير نجم. ما الصباح داروا لي الطياره البهيم، كيبقاو يجيو الخيمه كيبقى يدخلوا فيها براسهم، تجبان كثير. سانتي سانا واحد اللحم فطور اللحم كدبحو حولي، مثلا دبحوه البارح بالليل، اليوم كيسالي، ما عندهم الثلاجة لا والو، كينفضوه. تحركت مع الصباح من هذيك البلاصه اللي نعست فيها عند هذوك السمبورو، ضربت تقريبا دابا شي 14 كيلومتر، وصلت واحد الفيلاج انا سميتو لاتيما، بحال هكا لاتيما وقعنا. كاين جاني مشكل، جاتني بياسه ومشكل اخر عاوتاني، الرويضه مابقاش كدور في الخف، يعني المشكل في اللاكس بدا كيتزير عاوتاني دابا، غادي نحلو ونشوف واش ها الو خباري، غادي نحلو نشوف واش خاصو لاكريس، عندي واحد شويه ديال لاكريس ولا البيت تهرس، انا ما كاينش فينا في قلبي. حليت هذا لاكس، جبت منه البي لاكسين بزوج. المايو الصراحة راه واكل العصا، دابا تما كنمسح فيه بحال هكا كيبان لي مجرح من الداخل، انا كيبان لي شي بلايص مسكر، ملي تشوفو راه حتى هنايا راه مدكدكة هادي، واكل العصا. المهم ديبانيو، أهم حاجة دابا هي ديبانيو. لقيتهم، لقيت هادوك البيات، لقيت واحدة داخلة في المايو الداخل، وهاد السيكليس قلت لي تقعد تقعد لحظة، قلت لي تقعد ونلقاها، لقيتها تحت منه. عرفتو انا اللي في الاول بقى كاين الجلود وهذاك الشيء، شي وحده ضربت لي في ليدي ودخلت تحتو، ما بقيتهم كاملين، كانوا راكبين كاملين اصلا. من الوحده النهار تستو تولوت وانا كنقعد في بيكالا، نمشي لوحده هكاك الوحده ونص، كانت مشكل لاكس، لاكس مهرس من واحد الجهه، ماشي مهرس وانما عواج من واحد الجهه، وواحد اللعيبه فين كدار البي، حتى هي واحد البلاستيك خارجه من تما، ومني كندير البي ما كيجيش في بلاصتو، اون فوا كنركب بيك رويضه كتعاود يا اما تزير يا اما كترخى بزاف في البلاصه، يا كندير انت ستا بحال هكا بليدي في البلاصه كت وي نهار كامل ما مش مهم عليه، كلي مل كلي طلع عليه الدم ومشى.
كنت لازم ما بقاش بزاف ديال الوقت كنقعد فيها. قول له شوف ولا ما مازال مازال كنجرب في هذا. ماشي ميكا صباح الخير. اليوم نعست هنايا. نعست عند البوليس. في نفس الفيلاج نيت اللي خسرت ليه في بيكالا ومازال خاسرة. تاقد صايبات. تاقد صايبات. يالله تحركت شوية. جربت فيها كنجرب فيها ويس عاود عاوتاني الرويدة تبلوكات البوليس جابو ليا فطور ليا دبي مويضة و اتاي حليب و حليب مخلط باتاي غادي نفطر ونعاود عاوتاني نحاول مع البيكالا نعاود نحاول نصايبا ما عرفش مشكل من الصراحة وشي بياسة تهرسات ولا شي حاجة وداك اللاكس بالي مهرس من واحد الجهة كي كنظن واخا مهرس ممكن تخدم والله اعلم دباني الرويدة دابا كيما تشوفو فيها الجو بزاف انما كدور مزيان مني كتحط على الثقل ما كتبقاش تلعب فهمتي يعني كتولي ستريس ديباني وبها بعدا اللهم بحال هكا ولا ملي كتزير ما كتبقاش الدور كت يعني ما كتبقاش قادر تبيدالي كتبرزطك صافي ما كتبقاش قادر تحركها المهم ديبانينا دابا باش نكملو الطريق خاصها ما تعاودش دير لنا المشكل كدور راه كدور المهم ديبانيناها بصح متعاودش دير لنا الأونبان لأن هنا في هاد المنطقة مكاين والو يعني مكاينش بنزينة فيلاج دابا هنا راه هاد الفيلاج مافيه والو راه غير صغير غادي يدير البوليس هنايا الله عمرها دار الشاب ديال هاكا الأوسيس أولمبيك أسفي أوسيس أوفيس اليوم نعس في الأوسيس أوسيس هاد واحد باقيلا بحال قلت شي كنظن مكافحة بحال تخصص مكافحة الإرهاب ولا شي حاجة بحال هكا في المغرب أن البوليس فيه فروع يعني كل هنا لكن دايرين بحال باز هنا فيها البوليس العادي لأن هاد المنطقة كيجيو فيها صداع هنايا هداك الشيء علاش الناس مخلونوش الناس في بلاصة تما جابوني البوليس انه كيهجموا هادوك التركانة وهادو كعندهم سلاح كيهجموا على الناس كيبوتو لهم البقار وهداك الشيء وهاد البوليس هنا كاين باش على حساب الامن ديال الناس وهداك الشيء وباش يحاربوا هاد الشيء هذا اللي كاين هاد المشكل اللي كاين هنايا ديال هاد الكونفلي اللي كاين هنايا ما بين هاد القبائل هادو التركانة مرونينها هاد البلاد من هاد الفيلاج فيه التركانة الشركانة مختلفين على السمبورو وعلى البوكوت خرج دابا من هذاك الفيلاج كتنسى عليا سميتو نتمنى بيكالا تبقى ما تخسرش
ان هذه هي اصعب بارتي في هذه المنطقه. هذه هنا فين كاينين هذوك قطاع الطرق حتى البوليس قالوا عليا، يعني كيقولوا لي ما عادش توصل لهذه، يعني ما خصكش تمشي بالليل، هما كيكونوا حتى بالنهار، هما بالنهار ما يقدروش يهضروا معاك. بيكالا عاود درت لي المشكل، عاود ما بقاش سد الرويد مزيان، الدور ثقيلة ثقيلة، ما حتى كتزيد تكمل تبلوكا ما طفاش الدور. هاي المشكل كنظن في اللاكس، هذاك اللاكس هو اللي فيه المشكل. عرفت كيفاش غنديبانيه دابا؟ حاولت مع الصراحة راه ضربات معايا دابا راه 8 كيلومتر ولا معاد 6، وعاود دارت المشكل، وانا ما كاين والو القدام، عندك واحد 40 كيلومتر ولا 35 ما كاين والو. الحل اللي بان ليا هو انني غادي نعاود نحاول معاه، غادي نحيد الباجاج ونعاود نحل ونجرب نحل ونشوف عاوتاني من اش، واخا راه حليت شحال من مرة زعما ما عندك ما دير، غادي نحلو ونعاود نشوفو واش ممكن انها توصلنا على الاقل لباراغوي. مازال شي 35 كيلومتر ولا 36 ونشوفو الى وصلتنا راه مزيان، تما نقدر نبدل لاكس، انا متاكد المشكل كاين في اللاكس 95% المشكل كاين في اللاكس. والحوايج بالضبط انني عارف راسي هنا غادي نجلس واحد الساعة ونص ولا ساعتين، هذيك الساعة إلا ما كانش كانش الحل غنتسنى غدوز شي طونوبيل ولا شي حاجة، غنهز بيكالا ونمشي لهاديك المدينة 36 كيلومتر ونبقى تما تنقادها، يعني نتأكد صافي راه تقادات مزيان عاد نكمل الطريق ان شاء الله. الشجرة فيها الصمغ، ايه تيقول لي الصمغ واقع، هذا هو اللي كيعمروا به اتاي على ما اظن في الصحراء. كنظن وقال هو قال سميتو الصمغ، حتى السيرود ديال هاد الدخليني هذا اللي داخل ما عنديش دابا، هو نورمال ما كيكون رقيق هو هذا، وانما هذا 17 و 18 انا خصني 16 وقال ولا 15 كنظن 15. اش كندير كنبد السلك هذا كنحط هنا كنحطو هنايا وكن فهمتي ما خصك باش كنحطو هنا وكنقاد وكندير هذاك 17 باش يلاه كتجي يلاه كيجي هو هذاك. المشكل انا ما كيبان ليه كاين هنا شي الباصه في مضروبه هنا كتبان مقاده، ولكن ملي كتجي الدور كتلقاها مهرسه من هنا. كنظن ان المشكل يعني من هادي، هذا هو اللاكس، وخاص تبدل لي هاد اللعيبه هادي. ركبتها دابا خليت فيها شويه ديال الجو باش ما تزيرش دغيا الا كانت غتزير، وغادي نجرب دابا. غتخدم ما غتخدمش تبقى دير هذيك غتخدم ما غتخدمش حتى دابا كدور بوحدها شوية ما غتبقاش الدور لا بوحدها لا بي ان، وهاد مرات بحال هكا كتبقى دور كتزير. يلاه سمعت واحد القطاسة بنات الجبلي فين الاتجاه مشات
ماشي يعني في البيت كنسمع واحد القرطاسة تكلم بس شكون اللي كاين تما بكالة حاليا مازال خدامة اللي صايبتها المره الاخرى دابا نكون ضرب شي 6 كيلومتر نتمناوها تبقى خدامه ان شاء الله. هاي الطريق فين غادا؟ هذا بلاطو هذا هنايا كاين فيه شي جبال هنايا صافي كيبان واحد الغنم هادوك الغنام وهادوك كاين حتى البقر تمايا هادوك هما هادوك اللي كيقطعو الطريق ملي كيقطعو الطريق كيقولو البنان مخلص لا بغيتي تدوز هو كيقتلو بعضياتهم يعني هادو مثلا سمبورو والتركانة كيقتلو بعضياتهم راه شحال من واحد تيموت ديما كاينين الضباع في هاد البلاصة هادي البوليس اللي بدت معاهم قالوا لي كاين واحد النوع ديال الضباع ما كيخافش من بنادم يعني واخا كيشوفك كيقصدك يعني ماشي كيهرب نورمالمون الضباع كيشوفوا بنادم كيهربوا هادو اللي كاينين هنا لا هادو تيشوفوا بنادم كيقصدو وهادوك مثلا ملي كيتفاتنوا هاد السمبورو والتركانة وكيموت فيهم بنادم الضباع كيجيو ياكلوا هادوك الجثة مثلا قبل ما يوصل يعني راه مثلا مات شي واحد بالليل راه ما كيجيو البوليس وداك الشيء حتى النهار الاخر كيلقاو الجثة ديالو كلاها هذاك الضباع هذا من روح رخيصة هنا يا الناس هادو على قبل والو على قبل البقر وهاد البلاصة الحدود ما بين السمبورو والتركانة دابا هادوك السراح لي تما لي سارحين هادوك البهايم راه كاملين هازين معاهم كتلقى مثلا الا كانوا خمسة يكونوا جوج ولا ثلاثة هادو عندهم السلاح عندهم يعني هذاك الدولة مخلياهم كيقول لك باش يحميو البقر ديالهم مو في نفس الوقت كاين اللي كيحمي البقر ديالو وكاين اللي كيتكرفص كاين اللي كيحمي وكيتكرفص على بنادم كيسرق ليه البقر ديالو في نفس الوقت فاش كنت نازل دابا وريتكم هذوك هذوك البهايم من الفوق ويوقف واحد جوج طوموبيلات كات كات هما يقولوا لي قال لي ما خصكش تمشي بوحدك من هنا قال لي هذه اخطر منطقه هنايا وبالفعل ما احنا ريتو قدامنا وبقاو تابعينك ولا وكان جاي واحد الكاميو ديال العسكر من هنا نيت كي يعني كيامنوا في الطريق اجي ما كيبقى يمشي وقيله ويجي العسكر هنا في 3 كيلومتر هذه نتفاش جايين بانوا لنا نيت بنادم تما يا ما خياش كيقطعوا الطريق على بنادم كيقدروا يجريسي وكيقولوا على الفلوس اللي باش يدوز او فاش كنا جايين بانوا لي خرجوا شي وحدين من وسط من وسط الغابه تما ساحين كيشيروا لي هذاك صيفطوا واحد الدري صغير هما خياتي وقع على راكينين الداخل ولكن فوا كتوصل هنا صافي ما كيقدروش يخرجوا هنا هما كاينين تحت واحد الدخلة تما واحد ما بين نزلوا وطلعوا وخياتي قال لي انا ركب نوصلوك هنا زعما يا بلا ما قلت لهم انا عسير وكاع ما بقاو تابعيني وي جا وصلوني هنا ومشاو بيك الله ويجي فيها المشكل عاوتاني وحق الله ولات كدور ثقيله سير ثقيله شوف خصني نمشي بلاصة نفوت بعد هاد البلاصة هادي ونوقف نقادها باقي شي 20 كيلومتر تقريبا من هاديك المدينة كون كنت عارف دارت لي المشكل مني كانوا معايا كون هزيتها معاهم ومشيت للمدينة قاديتها خصني شي بلاصة نقاد فيها بيكالا نجلس هنايا عامرة واحد الحشرات كيقرصو هاهما يا سيدي يا تقشر نزيد قدام ونشوف واش كاين الحشرات تما ولا لا
كيبرسطوك كيخلوك قاس تقعد على خاطرك. المنظر رائع هنايا مع هاد لومبان هذا. يومين ديال الامبانات ماشي اي امبان، امبان خايب صراحه. ما تبغيش لعدوك بحال هاد لومبان هذا. المره الاخرى في الصيف ضربت تقريبا شي 15 كيلومتر هكاك، مازال 20 كيلومتر باراغوي كي غنوصل ليها غنجلس فيها. خصني قاد بيكالا نيجي نصب نحويجي شي يومين وعاد نتحرك. الفيزا ديالي مازال فيها شي 14 يوم. سيبتها وعاودت تكسرها دغيا، ما كاملاش مازال يلا كنجرب فيها وهي تبلوكا. هادشي العكس، العكس هاد النهار هذا العكس. هذاك الكاميو ديال العسكر اللي كيمشي ويجي ها هو جاي دابا، ضروري ما يوقفوا عندي. هنا المنطقة هذه شوية ها عربيكا بروبليم ها ليو نتوكا فيلاجر. Today I come from this village. Today I come from this village here. I was sleeping at the police station. Yeah. From which country? Huh? Where are you from? I'm from Morocco. Morocco? Yeah. You are not? Yeah, I'm African. Hey, you're from Morocco? Yeah. Hey. Unaenda wapi? Naenda Paraguay today. كنقعد في بيكالا دابا، جيت لهذيك المدينة سميتها باراغوي، كاين الموسيقى مجهدة. جيت لهذيك المدينة سميتها باراغوي البارح آخر مرة فاش جلست قعدت بيكالا، تعكسات تعكسات المرة الأولى. يلاه بغيت نعاود نبدا نصايب فيها، يعني فاش تخسرات ليا وقفت كنصايب فيها، جربت ما خدمتش مزيان. يلاه عاود تحيدت الرويدة باش نبدا نقعد فيها، ووقف كاميو ديال العسكر تولوا لي مالك تم عندي مشكل في بيكالا صافي. وشافوا الباسبور قال ورينا الباسبور، شافوا الباسبور بانت ليهم كين كدا مو في مروكو هادي صافي. وي بغاو يمشيو مشاو، وقلت لهم في غادين وقلت لي غادي نفرقوا. هاي هاي ام فاين فاين صافي. قلت لهم في غادين غادي لباراغو، يقولوا لي شدوك معانا. بانت لي البيكالا بقات 20 كيلومتر لهنايا، بانت لي البيكالا معكسه ما باش تصايب. انا نهزها مكسيكان. ها مكسيكان بوي. يو ار مكسيكان؟ يا ليتس جو. هو مكسيكي صافي. وين جيبوني هنايا؟ ومشيت واحد لوطيل دوزت فيه البارح، واليوم في الصباح جيت كنقعد في البيكالا ما لقيتش هذاك اللاكس عندهم يعني بحالو، ماشي بحالو هذاك اللي عندهم. يا بولنديان مروكن 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 ماي فلان. صافي وانا جيت دابا الصباح بديت نبدل اللاكس، ما لقيتش اللاكس عندهم بحال ديالي. وانا نبدل المايو كامل دابا، راه كيحل في الجانطا السيد تما. غنبدل هذيك الجانطا كامله، غنبدل ماشي الجانطا، غنبدل المايو كامل. عندي واحد المايو اخر غادي نبدلو، واخا السيكليست ما عندو لا ماتيريال لا والو، ماتيريال كامل اللي خدام بيه ديالي كلشي. السيكليست هو هذا هو الباراغوي. هاد البلاصة هادي هنايا اللي مخبية كيديروها على حساب الفودابود، على حساب هاد المطر هذا. هنا كاينين التركان هنايا. هذا هو المايو اللي غادي نبدل ان شاء الله.
مزمزيان يعني. دين السكور انا انا باغي يمشي هذا غنركبو خصنا ندبر في واحد اخر. انا مثلا كون ما كانش عندي هذا هنا بقيت هنايا خصني نركب شي مدينه كبيره ما تلقى غير في نيروبي وقال بحال هذا. وهذا هو الاخر اللي كان اللي خسر كما شفتو كيولا راه كانت واحد البلاستيكه هنا كاش اصلا. هذا دابا مهرس هذا اللات مهرس من الداخل ماشي مهرس وانما واحد العيبه هي اللي فيها المشكل. شتي هنا البيفي ولا كيبان يعني صافي مشى. دابا هذا المشكل هذا واحد البلاستيك كتكون كاش ديال البي شايف فين كتبان واحد شويه حمريه هنايا كانت هنا كتخبى هاد البلاصه هادي تهرسات ولا البي كيبان شتي. المهم جرت على هاد المايو اشحال مره كيتحلو كيتقاد بزاف المرات. اسمع هاد الموسيقى هادي ازيز تركانا تركانا ميجي سمبورو اري سمبورو موسيقى ديال سمبورو هادي الموسيقى واه مخلطة الفيلاج هذا في تركانا وسمبورو كين كان دون تركانا لي بزاف بدل كدي شارجو لي هادي الموسيقى ديال هاد القبائل كتكون مرونة. اسمع اسمع ريميكس يا